ممكن ينام هنا ولا ايه؟ مش ده مكان اكل عيش؟ خش اتكل على الله، روح هات لي تمثال نفرتيتي من جوه. هو مفيش غير رمزي هنا بقى؟ لا بقى نو 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 نو، مش عايز صوت عالي، يلا اتكل على الله. ولا ولا، وبالراحه على التمثال عشان ما تكسرش. لو سمحت لو سمحت، كنت عايز اسالك على انت. لا 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 لا. يا انسه يا استاذه يا مدام، اه انت بتوزعني عشان كده. عشان كده ايه يا غبي؟ شوف لنا حل في المصيبه اللي حاصله دي. مصيبه؟ ماتت؟ ماتت ايه؟ هو انت يعني عايز مصيبه وخسائر وخلاص؟ روح اتصرف اتصرف اتصرف. ماشي، ثانيه واحده يا دول، ثانيه واحده. ايه يا استاذه يا استاذه؟ يعني انت جايه يغمى عليك ايه؟ وسع دول وسع دول. هتعمل ايه؟ هتعمل ايه؟ هتعمل ايه يا دوله؟ ايه اللي انت بتهببه ده؟ ما تقلقش يا دوله، الجردل لسه مسحه قبلها بشهرين. الجردل اللي انت بتشرب منه هتفوق بيه الست دي؟ معقوله؟ دي ست رقيقه يا ابني، عايزه برفان كولونيا بس كده. ابو الرماميز معاه كل الحلول. اوعى يا دوله. ايه ده؟ اهو يا دوله. ايه ده يالا؟ ده ده برفان الليل واخره يا دوله. ده برفان اخر ليله، ليل واخره ايه يا ابني؟ لا 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 لا، اشيل الارفان ده من هنا يالا، وبسرعه بسرعه. يلا اتصرف اتصرف، روح على الدكتور، روح على الدكتور. ماشي. هوا يا دوله هوا. بقول لك يا دوله، دكتور من اللي هو بيكشف على العيانين ده؟ لا، بيصلع عربيات، ده وقت غباوه. يلا بسرعه، يلا خلي بالك من الجردل. يلا يا جردل. يا انسه يا استاذه يا استاذه، طب ايه؟ اجيب ميه بسكر ولا اعمل ايه؟ يا هعمل بنتي بنت حصل لها ايه؟ والله ما اعرف حضرتك، ده هي دخلت كده ومره واحده راح اغمى عليها. ده انت شبهه بالظبط. شبه مين؟ احمد عز، ناس كتير قالوا لي يعني. افتح بقك كده. وحضرتك دكتور سنان؟ افتح بقك. حاضر اهو. ابتسم. كشر اهو. لف. هو في ايه حضرتك؟ سبحان الله، انت اسمك ايه؟ اسم عادل. متاكد ان اسمك عادل؟ ايوه حضرتك، هما بيقبضوا على اسمهم عادل ولا ايه؟ اصل انت مش فاهم، انا بقى هفهمك. انا جاي اعمل معاك صفقه كويسه. تحت امرك، انا عندي في البازار تماثيل كويسه جدا. يا سيدي مين اللي قالك بس ان انا عايز تماثيل؟ امال حضرتك عايز ايه؟ اثار يعني متهربه وكده؟ لا 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 حضرتك، ماليش انا في الاثار خالص. انا هدفع لك مبلغ كبير. حضرتك عايز الاثار دي من انه مقبره بالظبط؟ يا سيدي انا لا عايز اثار ولا عايز مقبره، انا بنتي في المستشفى. لا 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 حضرتك، لا عايزنا ندفع يعني ثمن المصاريف بتاعه المستشفى. لا حضرتك، هي اللي اغمى عليها لوحديها وحضرتك شفتها بنفسك يعني. يا سيدي اسمعني للاخر، انا بنتي لما اغمى عليها اغمى عليها لما شافتك، اصل في شبه كبير قوي بينك وبين المرحوم خطيبها هاني. هاني لما مات حصل لها صدمه عصبيه، وانا اتصلت بالدكتور بتاعها وبلغته وقال لي المفروض نستغل الشبه اللي بينك وبينه، يعني انت ممكن تعمل خطيبها وتكرهها في نفسك لحد مشكلتها ما تتحل. ايه بس حضرتك دي يعني بيندرج تحت اسم الكذب، وانا ما بحبش اكذب ابدا. يا سيدي مين اللي قالك ان ده كذب؟ دي كذبه بيضة. كذبه بيضة، كذبه زرقاء، انا ماليش دعوه. طب اتفضل. لا حضرتك، لا 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 لا، اتفضل. ده برضو يعني بيعتبر كذب حضرتك، انت عارف يعني. لا كذب كذب، اتفضل. بص حضرتك، انا ممكن اوافق بس مش عشان الفلوس ولا حاجه يعني، لكن عشان انا اساسا راجل شاعر وحساس وعندي مشاعر، فمقدر كويس قوي يعني ايه واحده تتصدم. عارف حضرتك انا اتصدمت بتاع 15 مره قبل كده، فاكتر من واحده اتصدمت فيها، بس كان لاسباب خارجه عن ارادتي. عشان كده اما بقول لحضرتك ان انا موافق فانا موافق يعني. حضرتك تحب نبتدي شغل من امتى؟ دول 15000 جنيه، ممكن نبتدي من امتى؟ نبتدي زي ما حضرتك تحب. امتى بالظبط؟ لا يمكن، لا 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 لا، لا يمكن استحمل ان انا اشوفك بتبص لواحده تانية وبارادتي الحره. بص انت عايزه بس عوامل مساعده يعني عشان تقتنع بالحكايه دي. بص يا ست، جبت لك ازازه البرفان اللي انت بتحبيها. طيب جبتلك علبة المكياج اللي كان نفسك فيها من زمان، وانا كنت بقولك معيش فلوس وبتاع اهي. دي مش فرنساوي يا عادل، ايه ده؟ بلاش دي، ايه رأيك في ده؟
5000. بص يا عادل، هو طبعا طبعا يعني انسانيا هو لو هدف نبيل اوكي زي ما انت عايز يعني عادي. كل السنين دي كنت مسافر؟ كنت مسافر، وبلاد تشيلني بقى وبلاد تحطني بقى، وفين الاكل امال؟ الذبايح الذبايح. مين دول؟ دول شغالين ان هو بيخدموني يعني، لان انا صراحه جربت الرجاله، بس الرجاله بقى ما كانوش مظبوطين يعني، كانوا بياكلوا المخدرات ويحطوا لي بدلها بودره اطفال وسبيداج. في حاجة ولا ايه؟ ايه بيت الرعب اللي انت ساكن فيه ده؟ إيه لو مش عاجبك يلا روحي، قوم روحي. لا يا حبيبي، انا طول ما انا معاك مش هخاف من حاجة ابدا. طيب يلا بقى ناكل بقى. ايه ده؟ بايدك يا حبيبي؟ بايدي. ايه في ايه؟ كلي. حاضر هاكل. كلي يلا. انت بتعمل ايه؟ ايه اللي بعمل ايه؟ بحط السلطة على المهلبية. انا كده احط السلطة على المهلبية وبعدين كمان باكل البطيخ جوه البتنجان. بنعمل محشي بتنجان بالبطيخ، في حاجة ولا ايه؟ ده يبقى كوكتيل جن. اعمل ايه؟ هي بتقول لك ايه؟ ما فيش حاجة. كلي كلي. طب ما تاكل انت. مش عايز اكل. ليه يا حبيبي ليه؟ انا راجل رزل، ايه عايز ايه؟ خلاص اللي تشوفه براحتك. لو سمحتوا شيلوا الاكل. ها شيلوا الاكل. ايوه انا هقوم بقى هعمل ايه. الخطه الف باظت والخطه ب باظت. باظت باظت. انا هموت. هاتوا الاكل اللي بيتاكل بعد الاكل. خد فين الترمس؟ هات الترمس. ايه؟ انا بحب اسبل، انا بحب اسبل في الحوايا. في حاجة ولا ايه؟ مفيش حاجة، ما انا قلت حاجة. ها؟ أنا بس عايز أسألك، فين هاني حبيبي بتاع زمان؟ فين مامتك وباباك؟ مامتك؟ وفين فيلة المنصورية؟ ليه مش ساكن هناك؟ فيلة المنصورية؟ ولا كان عندي فيلا في المنصورية؟ أنت نسيت يا هاني؟ انا هفكرك. انت بتخش كده بتلاقي الفيلا في وشك، وبعدين بتلاقي نافوره ميه نافوره، واليمين الباركينج، والشمال الجنينه والبيسين، ورا ملعب التنس. انت نسيت؟ بعتهم. انا بعت كل حاجه عشان خسرت الفيلا دي. خسرتها في القمار عشان راجل قمارتي، عشان راجل. وبعدين عارفه ابويا وامي اتبريت منهم وحجرت عليهم. عايز حاجه ولا ايه؟ يا لهوي لهوي يا ماما. انت نسيتي يعني انت قصدك ان احنا هنبتدي من الصفر؟ لا ده احنا هنبتدي من تحت الصفر بقى، عارفه؟ هنبتدي من على البلاط. هبتدي بقى من على البلاط كده ونعيش على البلاط، والفتره اللي جايه دي هتبقى ايه؟ ايام سودا. مش علينا احنا بس، على كل اللي هيعرفوني. بجد؟ من البلاط؟ من البلاط. واو الله حبيبي، انا هفضل جنبك طول عمري ومش هتخلى عنك. انا بموت في البلاط. يا نهار اسود يا نهار اسود. ايه اللي بتحب البلاط دي؟